في صراع كامل قاعد بيصير حوالين ملكية الأراضي. بس كمان بفكر مهم نفهم إنه مش إنه قبل الاستعمار كان كل الناس بالنقب، يعني إنه سواسي سواسية أو حالة مثالية، يعني لا، كان مجتمع طبقي، يعني إيش عيلة الصانع كانت ملاكة أراضي وعندها ناس اللي إن بيشتغلوا عايشين وبيشتغلوا بالأراضي أو عايشين بالحيز، بس إنه مش ملاك الأراضي. ودائما هذا الـ الفروقات موجودة، ولليوم هي موجودة، حتى لو ان العلاقات القوة بطلت كيف ما كانت زمان، بس هذا الجانب الطبقي بعد يعني موجود شوي شوي قاعد. بس يعني مثلا حتى تاخذها على المحل تبع الجواز، يعني حد يتجوز من عيلة اللي هي تعتبر من عشيرة معينة وعيلة تانية، يعني هذا بعدها قصة زي ما بكل فلسطين، يعني هذا كمان كل فلسطين. مرحبا واهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده من بودكاست تقارب. حلقتنا اليوم حلقه الرابعه من سلسله حلقات انقذوا النقب، واللي بتيجي ضمن الحلقات التعريفيه لشو بمر في النقب بعد احداث السعوه. وضيفتنا لليوم العزيزه ريا الصانع. ريا مرحبا. مرحبا، اهلا وسهلا. كيف حالك؟ تمام. اوكي. مبسوطه اللي معك. طب احنا عشان الاشي ما يكونش ويرد كتير، احنا يا جماعة كنا سجلنا الحلقة ونتيجة خلل في التسجيل انا يعني طلبت من ريا نرجع نسجل مرة تانية فوافقت، فاحنا جزء كتير من يعني من الانفعالات اذا مش قادرين تلتقطوها فهي نتيجة انه احنا عم بنعيد التسجيل، وانا من عندي راح اجرب يعني اغير الاسئلة وبتوقع منها هي تضل على نفس الاجوبة. كيف؟ بنجرب، تعال هيك نشوف. احسن، هيك اروق اشي. بنجرب. ومعنى هدول الحضور الغريب اللي وراك، هذا جمهور. هدول اصحاب هاني مش اصحابي ريا. طيب ريا، غير انك انت يعني باحثه في الاقتصاد السياسي وبتحبيش تعرفي حالك كمختصه في الاقتصاد السياسي لانه مالكيش 65 سنه بتشتغلي في الاقتصاد السياسي، وغير انك انت يعني مديرة مركز أبحاث اسمه هو بروفيتس، كيف بتعرفي حالك؟ هو ضل في تعريف بعد اللي انت يب. حكيته. طب يب. تعلمت أنا من التسجيل المرة الأولى. ري الصانع من اللقية، بشتغل في مجال الأبحاث، أكيد مش مختصة في مجال الاقتصاد السياسي، يعني بعمل أبحاث من هذا المنظور على سياقات مختلفة. هذا اوكي، ممكن تفصلينا اكثر بتعريفك، ما غير يعني بجانب الحياه المهنيه وبجانب الشيء اللي بتعمليه، هذا شو بتعملي بالحياه؟ ايش بسوي بالحياه؟ بيرسونال شخصي. بعيش، بتنفس، بنشأ كمان. انا حاليا يعني لما رجعت على فلسطين بكون يعني كنت ناشطة في مجالات مختلفة وحيز مختلف. بشوف وين بقدر أساعد، وين بقدر أساهم، إيش المقومات اللي عندي، وين بقدر أحطها، وين ما يكون في إمكانية بغتنم الفرصة زي ما بيقولوا. بس هذا يعني بتخيل نتعرف على بعض أكثر خلال الحلقة. وبالجانب الثاني من السؤال، كيف بتحبيش يتم تعريفك غير فكرة ناشط؟ ما بحب التعريفات اللي بتركز على موضوع الهوية أكثر من اللازم، يعني مثلاً تعريفات اللي فيها امرأة فلسطينية، امرأة بدوية، كذا، اللي هي بتكون اللي بتكون مشحونة أصلاً بمفاهيم مسبقة على إيش لازم الواحد يكون أو كيف ممكن يكون، واللي بتختزل يعني
يعني بت بت بتحطني أنا في قالب معين وما بتسمح للمجال إن أنا أقدر القالب اللي أنا بدي أكون فيه وكيف أنا بكون. بس لحسن الحظ دائما بقدر أختار كيف بعرف عن حالي اوكي. أو بأغلب الأحيان. طب احكي لي، لما بيحكوا مرأة بدوية، او خلينا نحكي بعد لما انت طلعت على بريطانيا وتعاطيتي مع الجميع، لما كنت تحكي مرأة بدوية، او كنت تعرفي حالك مرأة بدوية ولا مرأة؟ لا لا مرأة. أنا يعني أنا ري الصانع من النقب، ما يعني فلسطينية بالأساس، كنت أعرف عن حالي مش كبدوية، مع إني أنا طبعا بدوية وبفتخر إني أنا بدوية، بس مش هذا، ما ولا مرة كان العمود الفقري الأساسي اللي كنت بحس إنه هو اللي بكون الهوية تبعتي. يعني خلص أنا زي، مش يعني زي مثلا، يعني أنا عارفة أنت من طول كرم، مش بتقول والله أنا من طول، أنا فلاح من طول كرم يعني. أوكي. لانه انا قاعد بسالك، لانه كمان يعني اليوم قاعد بشوف انه في، مش عارف اذا هي رده فعل او اكثر، بس في حاله من التعريف انه احنا البدوان واحنا البدو، واحنا وانا امراه بدويه وانا صبيه بدويه. بس كمان حتى بالتحضير لحلقات قادمه كنت انتبه انه خليني احكي الناس الكبار السن مثلا، انه يعني تختزلنيش انه انا بدوي، او بس متى يعني، مش يعني انه انا ما بحبش يتم تعريف او اختزالي كحدا بدوي يعني. فمش عارف، صرت افكر انه الاشي. إيه، تفضلي. كمل كمل فكرتك، سوري. كنت بفكر انه الاشي طالع من ردة فعل، مثل ما انه الحال الايام الاخيرة اللي قاعدين بنشوفها فيها ردود افعال كتيرة على فترات سبقت، منها فكرة الاعتزاز باحنا اولاد النقب واحنا النقب وتلوين النقب باللون الاحمر من فلسطين. تعرفي هاي الاشي مشابه يمكن سابقا للناس الشباب والصبايا اللي بنقابلهم في القدس واللي زيهم من غزة، بس في اشي قاعد بيطلع اليوم بصير اكتر، يعني انه احنا اولاد النقب او احنا البدو في النقب، بهددوا كمان. اسمع، ولا شك انه في كمان طابع معين كمان لايش تكون بدوي، يعني في اشياء اللي طبعا جزء من الثقافة. وبفكر لكثير فترة طويلة حاول الاستعمار ان يصور البداوة على نوع، يعني استخدمت يعني هدول البدو كطريقة لفصل الفلسطينية بالنقب عن الحيز الفلسطيني الكلي، وتوظيف معين لإيش يعني بدو، ورسم هذه الصورة. بفكر اللي قاعد بيصير، أولاً إنه فخر بإنه إنه إحنا بدو، لأنه كمان في هذا الاستشراق الداخلي تبعنا كفلسطينية إنه البدو. فكم مرة حد بيسألك عندك خيمة، عندك جمل، عندك أبصر إيش؟ ففي هذا الجانب، بس كمان الجانب السياسي تبعت إنه كيف إسرائيل كمان هي حاولت توظف مفهوم البداوة بمشروعها الاستعماري. ففي كأنه ردة فعل لهذا الشيء، إنه كمان إنه إحنا بدو كمان فلسطيني، بس مش بس بدو لحال يعني. اوكي. فالأشياء قاعدة بتتغير وبتتطور، وبفكر في جانب إيجابي بهذا الـ المحل، بفرض كأنه البداوة الفلسطينية كجزء من النقاش، مش البداوة كيف ما وظفت. بس أنا شخصياً ولا مرة حسيت إنه في عند هذا الحاجة إن يعني إني أصرخ وأقول أنا بدوية، لا أصرخ اوكي. وأقول أنا فلسطينية يعني، وهذا يشمل إني بدوي من غير ما يكون. طب اذا بدي افترض، انت لما يعني طلعتي ودرستي برا، فنشأتي وربيتي وكبرتي في الليجية، بعدين طلعتي ودرستي برا اختلطت بكتير فلسطينية، كنت تشعري بانه في يعني
وخليني هيك انا يعني اقدم ادعاء وافترض عشان تجاوب عليه يعني ما تنفيهوش، انه ابن غزه في ظروفه اللي بتحسيه انه في له ظروف وحياه، ابن القدس في له ظروف وحياه، ابن الضفه وكذا، في إشي زي هيك كمان لابناء النقب ولا بنقدر نعتبرهم من ال 48 اكثر؟ لا، النقب طبعا له خاصيته، بفكر كل منطقه لها خاصيتها، بس لا شك في عدم معرفه كثير كبير عند الفلسطينيين كانوا من يعني اللي حاليا بفلسطين او في الشتات، الواقع بالنقب، الحياة بالنقب، يعني كيف بتجلى، كيف بتتجلى منظومة الاستعمار بالنقب نفسه، وكيف هذا ايش قاعد بيصير بالنقب، مغيب وفي عدم معرفة، وعدم معرفة اللي يعني سنين، وهي كانت عدم معرفة اللي هي كمان نتاج لتهميش النقب سياسيا كمان كفلسطينية يعني. فلا كان في كمان اندهاش يعني، دائما كان انه انت اول واحدة من النقب نعرف نتعرف عليها، انت اول واحدة من النقب نتعرف عليها، فدائما كان في هذا فدائما كان في هذا الجانب، بس يعني هذا مش يعني بفكر بمثل حالة اكبر لوين النقب موجود داخل كأن المعرفتنا عن القضية بشكل عام وواقعنا اليوم بشكل عام، اللي هو بفكر كمان قاعد بتغير بشكل كتير جذري بالفترة الأخيرة. أوكي. ريا، أنت في بريطانيا بلشت النشاط السياسي أو قبل؟ كنشاط كنت مسيسة قبل، تعرف بالأشياء اللي زي كلنا أكيد بفكر كلنا مر علينا مرحلة العروبة القومية وكذا. أنا كمان كنت من هذول اللي عندهم صورة جمال عبد الناصر فكفكر سياسي يعني بدأت أتطور أكيد قبل ما أطلع أتعلم، بس كمساحة سياسية أنشط فيها لا، كانت في بريطانيا لما طلعت أتعلم. اوكي. وشكل التسييس اللي أنت كان عندك قبل ما تطلع بريطانيا نتيجة ظروف النقب أكثر أو نتيجة خصوصية بيتكم، إذا في له خصوصية أكثر؟ بيتكم مسياس أو أنت نشأت في بيت مسياس؟ نشأت في بيت اللي فيه حكي سياسي، بس أكثر كان بيت اللي بركز أكثر أو بتعامل أكثر مع العمل المجتمعي، أمي أنا يعني أنا نص إنجليزية نص بدوية. مرحبا للست روز. أمي روز اللي هي جت على فلسطين، لا يعني هي بالأساس بالمهنة نارسة، فهي كانت أول نارسة قبل الاعتراف باللاجئ بنص التسعينات، أمي أجت بالثمانينات وكانت نارسة، كان في عيادة اللي أنشئت من قبل مجموعة نشطاء من اللقية اللي كانوا كونوا جمعية اسمها نادي أبناء اللقية، أفكر إذا أنا مش غلطانة، وأبوي كان واحد منهم، وكانوا بيشتغلوا يعني كانوا بيشتغلوا في البلد، بيسووا شغل سياسي واجتماعي في اللقية نفسها. فدائما كان في هذا الجانب اللي هو أكثر مركز على دور على انه احنا يعني فاعلين في المجتمع وعندنا دور ايش نسويه، وعندنا كانه نوعا ما المسؤوليه انه نكون مشاركين بايش بصير. ف يعني يمكن يعني كان في تسييس من هذا الجانب يعني، فانا تشربت هذا يعني الكونسبت والأثيكس تبعت إنه إحنا جزء من مجتمع وفي إيش نسوي،
هن اليوم أقل أكثر فاعلين، بس بس فهذا أنا تشربته تمام. يعني. بس كمان كان في العائلة الأوسع، يعني إحنا عائلتنا فيها ناس اللي كانوا معتقلين سياسيين، في عندنا أجزاء اللي اضطروا يكونوا يرحلوا على الأردن من ملاحقات سياسية، في أجزاء من العائلة في غزة، فدائما كان في يعني، وإحنا أصلنا يعني جزء كثير كبير من أراضي العيلة هي خلص راحت منا، فدائما كان في حديث عن هذه الأشياء. ف اوكي. آه. كملت، كملي تفضلي. هذا هو لا يعني، اوكي. بس يعني يمكن بدك تحكي على مفاصل سياسية، يعني لحظات اللي هي بتكون قاطعة سياسيا، أو كيف الواحد يعني من غير لا قبل، خليني، هذا مستعده له انت، بس بدي اسال عشان افهم مستوى التاسيس. صورة جمال عبد الناصر انت خلقتي كانت موجوده ببيتكم، او جبتيها من دائره ما، او من شخص ما، او لا مؤسسه ما؟ أنا جبتها أنا جبتها، وكان في يعني هي كانت جمال عبد الناصر وكمان صدام حسين، يعني هذا كان الجو اللي هو مؤسف جدا، بس يعني أنا عارفة بفكر كلنا كفلسطينية مرقنا بهذا المسار. لا، ما بعرف 48 صراحة بس، معلش، ايش بتبقى 48 جمال عبد الناصر بس 48. فكان هذا موجود. ما بعرف، انا بفكر يمكن كمان بحكم ان يعني كنت خليط، كان عندي دائما هذه المحاولة يعني من جيل صغير تبع ان العمل على الهوية الفلسطينية كجزء من هوية عربية، كان على المستوى الشخصي كثير مهم. فبفكر هذا أخذني لمحلات زي هذا، يعني قبل أصلا ما أكون مهتمة بفلسطين كان عندي الأوبسيسيا تبعت العراق وغزو العراق وكل هذا، إنه أمريكا والإمبريالية وكذا، بعدين كأنه زي جيت على فلسطين من ناحية الوعي السياسي مش لا الفطري اوكي. اللي الواحد بعيشه يعني. لا، انت بنفع تذكري لي حدث فارق سياسي فلسطيني او على مستوى عربي اللي عمل لك التسييس؟ وقتها يعني اول حدث سياسي عام يمكن يعني انا لقيلي الانتفاضة الثانية، اصدقاء في امريكا بيحكوا 11 سبتمبر. ف لا، هي 11 سبتمبر كمان كانت لحظة بفكر، مش بس عند الأمريكان، اللي كمان لا عندنا لا، كان عندنا كمان 11 سبتمبر، بس بقصد كان قبلها مثلا، انه كانت الانتفاضة. يعني مثلا انا كنت بمكان اللي كان فيه كتير احداث. هلا في امريكا طبعا انه كانت الانتفاضة واصلة لهناك فرضا، بس ما كان لها الاثر تبع 11 سبتمبر. يعني حتى الاشي صار عكسي، انه 11 سبتمبر اسلاموفوبيا، بعدين ردي للهوية الفلسطينية والثقافة الاسلامية وكذا، يعني او العربية. فانت شو الحدث العام اللي يعني اللي الانتفاضة بتفكر؟ الثانية طبعا كان لها دور يعني، طبعا هذا كان له دور. ما قبلها العراق أنا بالنسبة لي كانت يعني عن جد كان شيء اللي هو كان له حضور جدا قوي عندي ما قبل الانتفاضة الثانية يعني. العراق حاضرة بحياتك قبل الانتفاضة الثانية. اوكي، فغزو العراق كان له أثر يعني كبير عندك. ما اوكي. بعرف ليه، ما عندي أي فكرة ليه، مش قادرة أتذكر يعني، بس بعرف إنه أنا من وقتها بدأت أفكر أكثر أكثر كحدث يعني، وبعدين الانتفاضة الثانية أكيد. اوكي طيب، احنا هلا بدنا نكمل كيف احنا ماشيين، بس بدنا نبلش نجاوب على السؤال الكبير، يعني اللي هو كل اللي حكينا عنه واللي معنون الحلقة تحته. بس بدي اسأل، انت شو وداكي على الاقتصاد؟ لقيتي حالك هناك ولا اخترتي؟ يعني هو انا مش يعني كمان الاقتصاد السياسي هو مش اقتصاد، فاهم؟ بس عشان الناس تعرف يعني
شوي غبية بالأرقام، فمش مش بس هو أكتر إن هي يعني في الجامعة أكيد هذا المساحات انكشفت عليها أكتر في الجامعة، اللي هي كمان ساعدت وعطتني قدرة إني أفهم الواقع المركب اللي إحنا فيه، إنه كيف وصلنا لهذه المرحلة اللي إحنا فيها، كيف كيف يعني يعني كيف العلاقات اليوم، العلاقات البنيوية الموجودة داخل المجتمع، كيف هاي بتتكون، كيف هاي مش يعني كيف هذه مش أشياء اللي هي كأنه بتصير أو بالفطرة أو whatever، إنه في تركيباتنا إحنا اليوم كيف بنعيش، كيف بنقرر، كيف القرارات اللي بناخذها، كيف علاقتنا مع مراكز القوة، مؤسسات القوة، إن كانت اللي فوقنا ولا اللي كانت يعني اللي بيننا. فكل هذا التركيبة كان يعني كان الصراحة زي فجأة حسيت حالي اكتشفت كنز الكنز اللي هو قدرت أعطاني المقومات إني أتعامل مع الحياة اللي أنا عايشتها والعالم اللي إحنا عايشين فيه، بس كمان نفهمه من محل أكثر جذري، إن كيف إحنا اليوم موجودين. يعني دائما كان عندي بالفطرة رفض لكل هذا الحس تبع إنه طب إحنا هيك، إحنا مجتمعنا هيك، إحنا فينا تخلف، إحنا فينا كذا، إحنا فينا كذا. فمنظور التحليل من اقتصاد سياسي أعطاني زي فرصة وقدرة اللي أفهم حالي أكثر، أفهم إحنا وين موجودين وموجودات مجتمعياً، يعني إنه كيف هذه الأشياء بتتجلى اقتصادياً وكيف اقتصادياً كمان بيأثر على الأشياء الثانية، إن كان كيف بيأثر على العلاقات الجندرية، إن كان كيف منظومة العيلة كلها أصلاً ليش تكونت بهذه الطريقة وبهذه الصورة، إيش الجذور تبعت الأشياء اللي إحنا بنعيشها اللي بنفهمها اللي بنشوفها كأنها هي مفهومة ضمناً، إنه لا، إنه كان في مسارات تاريخية ولحظات تاريخية وانترست معين إنه حياتنا تتكون نكون بهذا القالب اللي إحنا موجودين وموجودات فيه اليوم على كل الأصعدة. فخلص من وقتها هذا يعني من وقتها وأنا نوعاً ما ماشي بهذا ماشي بهذا المسار، مع انه من اول الكتب اللي قرأتها وانا قبل ما اطلع على الجامعة كانت للينين ما العمل، فهذا كمان كان لحظة يعني لحظة قراءة هذا الكتاب كانت كمان يمكن هي لحظة مفصلية بكيف وين احنا كيف انا بشوف حالي يعني كإنسان كإنسانة داخل وين يعني اي حيز بكون فيه، بس كمان احنا كفلسطينية داخل العالم الأوسع اللي إحنا فيه. فهيك. طيب بنرجع هلأ للمسار الشخصي مرة تانية. بدي أطلع من الوالد الحاج حسن، صح؟ من عند الحاج أبوي مش حسن؟ حاج، هو مش حاج بس هو حسن. طيب من عند الحاج حسن أكيد. قلتي لي وإحنا بنحضر للحلقة إنه الوالد وعمامك كانوا في الزراعة لفترة، تمام؟ مش في يعني الزراعة على فترة، هن كانوا يعني العيلة كان عندها أرض زراعية، يعني عشيرة الصانع كان عندها أرض بالشريعة اللي قريبة من غزة اللي كلها أراضي اللي هي تصادرت، وكان عندهم أراضي في اللقية وين ما إحنا اليوم موجودين، كمان موجودين على أراضي الصانع. كانت حياتنا كانوا بزرعوا وعندهم غنم وكذا، وبعيشوا من هذا بعيشوا من الأرض، عايشين في الأرض وبعيشوا من الأرض، فهنا كانوا يعني إنه عشان هيك كمان كل كونسبت، تعرف هذا الكونسبت تبع البداوة اللي هو كيف يعني كيف الاستعمار بدأ يوظف هذا الكونسبت البداوة على إنه الناس ما إلها بالزراعة وما إلها ربط مع الأرض صحيح وما صحيح كانت تعيش من هذا صحيح من الأرض كمورد اللي هو مكون لحياته إنه كيف بيعيشوا.
اللي هو فعليا لا، يعني انه لا، يعني تخيل كل حد، يعني كل العائلات الكبيره بالنقب اللي كان عندها اراضي كانت تعيش من الزراعه ومن الغنم والكذا. أوكي. طب فوقت لما بعد الاستعمار ومصادره هذه الاراضي، فالناس اضطرت انها تلاقي حالها في مجالات مختلفه. بس أنا إذا بدي أمسك مسار الوالد أكثر من أنت كيف تشهدي عليه، بمعنى تحديدا بجزئية الزراعة، يعني دائرتك القريبة أو عائلتك القريبة، عم تحكي على تاريخ قريب ضلهم يزرعوا ولا لا يعني لا، عم ما تحكي هي على تاريخ؟ الأراضي الزراعية تصادرت، يعني ما ففعليا أنتم يعني عم تحكي على تاريخ أكثر من أنه يعني في شيء حاضر وعيتي له. لا لا، احنا طبعا طبعا، يعني لا، مع ان يعني كان في لفترة طويلة، يعني الزراعة يمكن اكثر شيء بسرعة راح، بس مثلا رعي الغنم وكذا اللي هو طول أكثر. أنا ما وعيت، يعني أنا ما وعيت مع عند أب، يعني عارف، ما كان عندنا، يعني كان في رعيان، الناس عنده شوية غنم، بس مش إنه هذا هو مصدر الحياة. لا، مش إنه هو مصدر الحياة. أغلب الناس كانت تشتغل، يعني عمال عند في البيارات وفي كذا. يعني يمكن انت اذا بدنا نمسك هيك نبني مسار زمني، انت يعني بلش وعيك من لما بطلت الزراعة هي مصدر رزق الناس الوحيد او واحد او مصدر رزق مهم، ورعاية الغنم ما كانش يعني مصدر رزق مهم او ما كانش مصدر رزق الوحيد او الناس اللي بتعول عليه، بمعنى بلشوا يكون عندهم دائما مصدر رزق تاني والأراضي كانت خالصة يعني منتهية. أنا الصراحة ما وعيت على مجتمع، يعني على عائلة زراعية، يعني ما وعيت، أوكي. يعني ما ك... هذا ما كان موجود، يعني هذا راح من زمان، يعني راح بس بالثمانية انت وأربعين أغلبه راح، يعني إنه بعدين ضل في شوية غنم، وكل اليوم يعني كل دار عندها كم غنم وكذا، يعني هذا مش، يعني مش إن هذا انتهى نهائياً، بس كمصدر رزق يعني أنا ما وعيت على هذا، يعني على الأقل في عيلتنا طب ما كان وارد هذا راح. الرأي في المقابلات كتير بتركز على جانب الزراعة، إمتى الزراعة انتهت في النقب تماما؟ هي مش فعليا، ما بتغضي، يعني مش انه فعليا مثلا سعوة اليوم هذا الارض اللي في عليها تحريش، هي ارض زراعية، فالناس تزرع فيها، بتعيش فيها، بتاكل منها. في بعد هذا موجود عند في بعض من العائلات او الاماكن المعينة اللي في عندها قدرة وبعد عندها اكسس للارض اللي تزرعها. بس يعني أغلب الناس اليوم ما بتعيش على الزراعة، أغلب الناس اليوم هي عمال، يعني أغلب الناس عمال، فورمال انفورمال، تحت الأرض فوق الأرض، يعني بس مصدر رزقها هو من العمالة، ومش من أرضها الخاصة أو ملكيتها الخاصة على الأرض اوكي. كزراعة يعني. وبعدين كان في، يعني اللي هي مش بس مصادرة الأراضي كأرض زراعية، يعني كمان في تضييق كثير، يعني تضييق كثير عنيف، اللي ممنهج كان ضد الناس في النقب، مش بس إنه اوكي اخذنا اراضيك الزراعيه بطلتوا تقدروا تزرعوا، بس كمان مثلا مساحات لرعي الغنم، وين يرعى، ايش قديش غنم ممكن يكون عند البني ادم، كم جمل ممكن يكون في هذا قانون العنز السوداء اللي كمان اوائل الخمسينات، اللي سن، اللي يعني كان هدفه القضاء على، يعني على العنز السوداء، لأنه كان العنز أغلبهم كان لون فروهن أسود، والتبع اليهود كان لونهن أبيض. فهيك كمان كيف قضوا على قطاع
يعني المواشي عند البدو في النقب، ومن ناحية ثانية علوا القطاع تبعهم. يعني هاي المعادلة اللي دائما كمان بنشوفها، كيف إنه بيطوروا قطاعات عندهم معينة على حساب تدمير قطاعات فلسطينية. الجمال مثلا، في حكي على إن يعني كان في آلاف الجمال في النقب، فبعدين شوي شوي صاروا يفرضوا عقوبات على إن يعني لازم تسجل كل جمل بدائرة عندهن، لازم تحط في جديد، حطوا قانون يعني مش جديد، 2017 أو 18، إنه كل جمل لازم يكون فيه إلكترونيك تشيب على أساس إذا هذا تعريف الجمل كان يعني سبب أذى، يعني حادث طرق مثلا أو كذا، اللي هو طبعا بيصير لأنه المساحات قاعدة بتتقلص بتتقلص، وين أصلا بيقدر الناس يكون عندها، جمال وين هاي الجمال بتقدر أصلا تكون موجودة، لأنه أغلب الأراضي صارت يا أراضي محميات طبيعية يا أماكن عسكرية. فإذا الجمل بيكون مثلا بيسبب أي إشي، بيقدر بسرعة يعطوا غرامة لصاحب الجمال. فاليوم احنا بنحكي يعني من 2008 بفكر كان في أقل من 3000 جمل في النقب، من ألوفات يعني اللي كانت قبل. فهذا التضييق كمان يعني اللي هو بعد مستمر، يعني كل يوم نسمع في النقب يعني اللي موائل خرفان وتصادرات، واللي المعز تصادرات، واللي كذا، عشانها يا بتكون في مناطق عسكرية، يا بتكون في مناطق اللي معتبرة محمية طبيعية، يا كذا يا كذا. فهي يعني في يعني صار في محاولة لحصر، مش بس حصر الناس على أماكن على قدر ما يمكن أقل من الأرض اللي هي المعادلة اللي هي بكل فلسطين، بس كمان صار في حصر ورسم حتى الأرض اللي أنت عندك أكسس لإلها كيف بتقدر تستخدمها. وطبعا هذا كل بيغير يعني لحظة الاستعمار نفسها، بس كمان بعدين كيف كيف بيتجلى، وكيف يعني القوانين اللي تصان بعدين والتضييقات اللي بتصير ما بعد، كمان كيف كلها بترسم صورة وبتغير نمط مجتمع كامل، أوكي. طبيعة حياة كاملة اللي كمان يعني احنا بنعيش تداعياتها لليوم على كل الأصعدة، إن كان على العلاقات الجندرية داخل المجتمع، إن كان يعني وضع المجتمع اقتصاديا وكذا. طب أنا بدي أسأل شيء على الأرض، بس قبل على قضية الجمال. الجمال أنت يعني فهمت أنا ليه العنزة، بس الجمال ليه منعها؟ يعني اللي بعرفه برا النقب، بعرفش إذا في خصية للنقب، بس بشكل عام إنه الجمال بالعادة يعني لما دولة أو حكومة بدها تمسك بدها تضبط حركة المال واقتصاد الظل بشكل أساسي، لأنه يعني مساحة لغسيل الأموال يمكن، ومساحة لتبرير أموال موجودة بشكل غير شرعي، أو غير شرعي بمعنى غير مسجل القصد. يعني في حالة النقب شيء مثل هيك أو خصوصية أخرى؟ يعني هن على فكرة هذا الاشي، القوانين اللي هن سنوهن على الماعز والجمال هذه كانوا يحكوا فيها الإنجليز وقت الانتداب، إنه كيف هذه الحيوانات قاعدة بتخرب الطبيعة ومضرة للطبيعة وكذا، والبلانتيشن وجرين والخضار وكل هذا كل هذه الأمور. فهذا كأنه القصة تبعتهم، إنه هذا يعني الجديد، هذا موضوع إنه يحطوا فيه الشيب الإلكتروني، هذا جاء مثلاً إنه والله في كثير حوادث طرق بتصير عشان بالجمال، الجمال بتكون ماشي بالشارع وخبط يعني كأنه إنه بفكر هي أكتر يعني هي أكثر جاية من محل إن كيف تقضي على مقومات المجتمع إنه يعيش بطريقة اللي هي بتكون ندية مع طريقة المعيشة اللي بده يفرضها الاستعمار. لما الناس عندهم معزة بيعيشوا من معزة، يعني عندهم جمال عندهم كذا،
إن كمان بقدروا يعيشوا بطريقة ويكونوا حياتهم بمعزلة عن كيف المنظومة الاستعمارية قاعدة بتحاول تحصرهم أو توظيفهم داخل هذا المنظومة. بفكر هذا دائماً كانت المعادلة، إنه دائماً هذا كان الصراع، إنه كيف نقدر نكسر البنية التحتية والمعيشية تبعت المجتمع لنقدر مش بس نسيطر عليه، إنه نقدر كمان نوظفه بطرق معينة اللي هي لنفعت المنظومة الاستعمارية، كان سياسياً ولا اقتصادياً ولا ولا ولا. وعم بفكر كمان لسه يعني بمعنى انه غير اللي انت بتقوليه في اشي ممكن يعني يكون مهم، بمعنى انه النقاش نمط حياة البدو تحديدا في كل مكان المنطقة العربية بشغل يعني الأنظمة كلها، يعني مش هيك في كل فكرة بشكل أساس اقتصادي، بمعنى في حركة مال موجودة غير مسجلة، في شكل اقتصاد بحب يفضل إنه يكون منعزل بشكل كامل، حتى على مستوى القضاء والقوانين، يعني بتلاقي في القضاء العشائري هو الأهم والقانون العشائري هو الأهم، ودائما الدولة عندها مشكلة فيها. هلا أنا صراحة كنت يعني بعرف أكثر عن قضية حركة الأحصنة، قديش الدول كانت تنجن منها، فالجمال بإسرائيل تحديدا او يعني بكيف خصوصيتها قدرت اشوفها بجانب غسيل اموال، بالاضافه للي انت قلتي غسيل اموال بمعنى او حركه مصاري موجوده مخزنه في البيوت، بس يعني بقصد انه تبرير الفلوس انه فلان يعني غسيل تبييض، بالقصد انه في معي انا مصاري، من وين هاي المصاري، انا بشتغل كذا وكذا وكذا، وما حدا بيقدر يقيم بالاخر انا عازز الجمل هذا وعرضه بمليون او مليونين او 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 حدا تاني بشوف سويته بمئة الف او كذا، يعني هاي حركة الاحصنة اللي بتشوفها، بشوف الاشي شوي بشبه، واحنا قاعدين بنحكي على الزراعة والحركة وكذا، هاي هذا كله موجود على ارض النقب لمين؟ يعني بالفتن شوي انه احيانا بنقال انه هاي الاراضي لعائلة فلان او القرية هاي لعائلة فلان، بس كمان شوي بتشوفي حتى انه في تدخل للعائلة انه في صراع على ارض غير معترف فيها، اذا اجوا هدوا الدار بكون مختلف عن ارض تانية، فسمعت انه في اشي له علاقة بملكية الاراضي اصلا، إن في عائلات في النقب ملاكة أراضي وعائلات مش ملاكة أراضي، يعني هذه الطبقية الموجودة بكل ما يخص الأراضي. وبجرب أشوف قديه إلها أثر بكل المشهد السياسي اللي قاعدين بنشوفه. إيه هو كمان هذه مث يعني اللي توظف يعني المجتمع في النقب في طبقية مخيفة اللي هي بتتجلى حوالين مين مالك أرض ومين مش مالك أرض. إن كان في طبعا يعني مع إنه اليوم ملكية الأرض هي شيء طبعا سوبر مهم، يعني صراع، في صراع كامل قاعد بيصير حوالين ملكية الأراضي. بس كمان بفكر مهم نفهم إن في يعني إنه مش إنه قبل الاستعمار كان كل الناس بالنقب، يعني إنه بحالة مثالية يعني سواسية سواسية عدالة سواسية أو وهيك، حالة مثالية، يعني لا كان مجتمع طبقي، يعني إيش عيلة الصانع كانت ملاكة أراضي وعندها ناس اللي إنه بيشتغلوا عايشين وبيشتغلوا بالأراضي أو عايشين بالحيز، بس إنه مش ملاك الأراضي. ودائما هذا الـ الفروقات موجودة ولليوم هي موجودة، حتى لو إن العلاقات القوة بطلت كيف ما كانت زمان، بس هذا الجانب الطبقي بعد يعني موجود، يعني شوي شوي قاعد بس يعني مثلا حتى تاخذها على المحل تبع الجواز، يعني حد يتجوز من عيلة اللي هي تعتبر ملاكة عشيرة معينة وعيلة تانية، يعني هذا بعدها قصة طبعا زي ما بكل فلسطين، يعني هذا طبعا كمان طبعا، بكل لا فلسطين نقاش الأرض بفلسطين يعني بكل مكان، بس بفلسطين أكتر يعني كتير غالية الأرض يعني.
الأرض كثير غالية. وبتتمحور حواليها صح كتير أشياء، يعني صح نقاش بلا بس اجتماعي ونقاش ثقافي يعني. بس معلش نجرب نمسك أنا وياك أثره على على الأحداث السياسية اللي قاعدين بنشوفها. يعني القصد إنه بمعنى بجرب أو كيف، إذا صحيني إذا أنا غلطان، في فرق بين قرية غير معترف فيها مملوكة أراضيها لأكثر من عيلة أو عائلات ضعيفة، وفي قرية غير معترف فيها مملوكة لعائلة قوية أو عائلات قوية. وقوية القصد قوي اقتصادياً، يعني إن ملاكة أراضي بهذا المفهوم عم بجرب أحكي. قوية بحجمها، يعني كمان هو أحجام العائلات، يعني هذه العائلات الملاكة هي عائلات كبيرة كمان، يعني ففي هذا الجانب، يعني اللي هو كمان له حضور، يعني هو بعد موجود، يعني الطبقية كيف متجذرة في علاقات الناس مع بعضها، بعد الشيء كثير واضح وكثير حاضر، وهذا السؤال اللي احنا كمان في النقب مش كثير بنتعامل معه، زي في تعرف هذا المواضيع، أصلاً موضوع الطبقة بفلسطين كلها طبعا موضوع اللي كأنه ما كأنه مش هو مش موجود، إنه كلنا والله فلسطينية وكلنا زي بعض، لا مش كلنا زي بعض، إنه غير المحلات السياسية، يعني اختياراتنا السياسية، بس كمان طبقياً الناس كثير بتختلف عن بعضها، مع إنه يعني بتعرف مع مصادرة الأراضي كأنه ملكية الأرض صارت موضوع مختلف عن كيف ما قبل، بس بعد هذا المفاهيم موجودة بشكل كثير كثير قوي. وأنا عم بجرب أمسكها كمؤثر أو كعامل محرك بجانب سياسي. يعني زي ما رح نحكي على الجريمة أو على اقتصاد الظل، يعني بحس إنه فعليا في فارق أو في فارق حقيقي ما بين إنه في عائلة بعددها بناسها بقوتها اللي الأرض هاي تبعتنا ما رح حدا يبني عليها اكثر من شيء تاني. وانا عم بجرب افصل الاسئله هاي، لانه بتعرف من برا احنا بنطلع على النقب اللي من جديد صار لونه احمر، ولاد النقب بقولوا احنا ولاد النقب يعني، بس انه زي كانه في اراضي هيك يعني من المساحات نختلف، في خضره ولا صحراء ومنفصلها، بس انه جواها عم بكون في مستويات اقتصاديه وفوارق اقتصاديه كتير ملفت يعني، حتى ولها اثر على مستوى سياسي. بدي اجرب. احنا عم نحكي على الزراعه وبنحكي على الارض وبنحكي على المواشي وبنحكي على وبنحكي كمان على الجمال. من لما وعينا يمكن او ما بعد الزراعه، شو اهالي النقب اخذت اشكال من، او بنفع نقول انه اهالي النقب في مهنه محدده او في نمط خاص بميزهم عن بقيه 48، اذا ما بدي احكي كل فلسطين، على مستوى العمل، الدخل، المشاريع، في مشاريع هذه اللي العيلة بتتبناها لسه، أو في إشي يعني كيف يعني؟ يعني بمعنى إنه كانت القصد لما كنا بنحكي كانت الزراعة، بمعنى إنه في عائلات ما موجودة ملاكة أراضي زراعية، الآن راحت الزراعة، هل رجعت العيلة ولدت مشاريع أخرى لمت أولادها فيها، أو صار الإشي اللي بيشبه كل فلسطين، بمعنى إنه خلاص الناس عم تشتغل بالعمار وبالهايتك وبالمصانع وبالتكنولوجيا وبكذا، لا وغير بفكر اقتصاد مو الظل، صار ايه غير اقتصاد الظل نجيله غير هلا بالرسمي بنحكي لا رسميا لا بشبه فلسطين، مش انه في شيء خاص في النقب، زي يعني اغلب ال 48 انه راحت ايدي عامله رخيصه في منشات اسرائيليه، ان كانت صناعيه، ان كان في قطاع البناء، ان كان يعني في يعني اللي هو يعني في الاحصائيات الرسميه تبع اللي بتطلع، اللي هي احصائيات
بس تعرف الإحصائيات ماينس بلس وفي حالة مش دائما النقب بتكون ماينس بلس كتير، لأنه يعني من الصعب بالضبط، جدا. اللي هو مش الشيء اللي هو بتقدر تبصم عليه يعني. يس وهذا الشيء اللي لازم بفكر فيه، عندنا نقص فيه فلسطينيا بكيف احنا بنطلع معلومات عن حالنا، انه دائما في اتكالية على معطيات الدول المستعمرة، اللي هي يعني احنا مش عن جد عندنا قدرة نتعامل او نكون جزء من خلق هذه المعطيات. او في ناس بتفكر انه بعدين تروح على هذا المسار الاسرى، لا بس يعني بس انه في عندنا فقر احنا بالداتا بشكل عام على 8. بس هذه الاحصائيات يعني النقب بشكل عام وضعه الاقتصادي أسوأ من باقي الشرائح الفلسطينية بال48، من كلها ناحية الأسوأ على الإطلاق يعني. أوكي. على مستوى البطالة، إن معدلات البطالة أعلى، والفقر كيف هم بقيسوا الفقر. هي الأعلى. وأحيانا لما يربطوا النقب والقدس بيشبهوهم مع بعض، لأنه أحيانا هم بيعتبروا أن القدس داخل إحصائياتهم. فالوضع يعني الوضع الاقتصادي الاجتماعي الاقتصادي تبع الناس ضعيف جدا ضعيف. هذا ما بيعني انه ما في ناس معها مصاري وغنى بالنقب زي بكل محل، بس نحكي بشكل عام. ومن ناحية وين الناس بتشتغل بيشبه كمان، بيشبه 48 بشكل أوسع، بس في أشياء ترندز اللي كانت تصير بال48 اللي هي النقب زي بتجي عليها شوي أكثر متأخر. مثلا ترند اللي كل يعني انه في 1,000,000 صيدلي، وترند انه في 1,000,000 طبيب عيلة تخرج من اوكرانيا ولا ابصر وين. هذه الترندز كمان موجودة في النقب، بس هي اليوم قاعدة بتعيش الانتفاضة تبعت هذا الترند، يعني اخر 5 7 8 سنين، تعال نقول اخر 10 سنين، فشوي لبعد. بس من ناحية يعني تقول إنه في سوق معين أو مجال اقتصادي معين اللي بيصير بالنقب، من ناحية official يعني إن اللي بيصير بالنقب اللي ما بيصير بمحلات ثانية، أو في شيء اللي هو عن جد استثناء، ما في. ما بتقدر تحكي عن استثناء. غير إنه بشكل عام الوضع الاقتصادي وانخراط الناس بسوق العمل هي أقل، انخراطهم بسوق العمل المعلن. أوكي. قصة العمالة الرخيصة اللي بيشار للنقب فيها، يعني أنا بعرف أنه أبناء الضفة الغربية وأبناء غزة يشار لهم في إسرائيل كعمالة رخيصة، واللي أرخص منا يمكن كعمالة يعني هي العمالة الآسيوية اللي كانت في التسعينات لفترة. تمام. اللي بعدين اكتشفوا انها مش مجدي اقتصاديا لإلهم. مش مجدي اقتصاديا ومش مجدي سياسيا. وقتها كان الحديث على انه بدنا نفك عن الضفة ونعطيهم حكم ذاتي، بعدين لا، انه اكتشفنا او اكتشفوا انه لا، محتاجين نخلي هدول الناس تابعين لنا اكثر واكثر، واللي قاعدين بنشوفه اليوم. يعني مسكنا هلا هيك سريعا مسار عمال الضفة من التسعين لجاي. في مسار مثل هذا خاص بأبناء النقب، ولما بنحكي عمالة رخيصة عنهم، عمالة رخيصة مقارنة بإيش؟ مقارنة بال48 ولا مقارنة بالضفة أو ما أو إيش؟ لا، مقارنة بال48، وكمان مقارنة بالإسرائيلي يعني المستوطنين اللي موجودين حوالينا. كمان مرة بضلني أرجع للإحصائيات، مع إنه الإحصائيات حكينا الكريتيك عن الإحصائيات، بس بس الرواتب مثلا، الرواتب يعني، وكمان هذا يعني هذا ال 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 يعني بدور على الكلمة بالعربي، هذا الريجناليزم اللي بكل محل موجود، انه مش يعني المناطقية اللي يعني بأي مساحة، يعني وين ما في يعني دائما في اقتصاد اللي هو كأنه أضعف،
يعني حتى لو انه بنفس تحت نفس المظل، في مناطق اللي بيكون فيها اضعف من مناطق ثانيه وكذا. بس الاجور بالنقب بشكل عام اقل حتى بنفس المجالات وكذا. بس يعني العمال بالنقب توظفوا كثير للمصانع، مثلا المصانع كثير من الناس بيشتغلوا في الكسرات، يعني هذا في جيل كامل اللي هو جيل الكسرات تبع البحر الميت، اللي هم يعني، وجيل كامل اللي هو تبع البيارات، وجيل كامل يعني في يعني اللي زي كأنه بعد ال48 إنه إيش الشغل اللي كان متاح، وهذا النوع من الشغل إنه تجيب سيارة كبيرة تشتغل على مك أو تشتغل على باجر أو تشتغل على هذه الأشياء، أو إنك تشتغل في البيارات عند اليهود. ففاتوا كثير في هذا المحل، يعني البناء مثلا، البنا ظلوا مسيطرين عليه عمال الضفة، يعني هذا أكثر مسيطرين عليه عمال الفلسطينيين، الأيدي العاملة الرخيصة من الضفة ومن القدس كمان، بس من ال48 وهذا الكأن التصنيف داخل كأنه القطاع البناء الكلي. يعني ما بتلاقي فاهم، يعني ال48 احنا عشان نحكي انه كيف ال48 بيحكي على عمال الضفة، يعني عمال الشطحين، تمام، ما بين قوسين. ففعليا انا بس عم بجرب اشوف عمال النقب وين بقعدوا، يعني بقعدوا اكثر من الضفة شوي او تحتهم، لا يعني اسمع، هيك. متى عمال الضفة مش عن جد بيشتغلوا بال48، هن مش عن جد بيشتغلوا بمصانع وكذا. فمثلا المصانع، المناطق الصناعية وكل هذا اللي هي اللي يعني كمان هي النقب كانوا يستخدموها كمزبلة، يعني انه يحطوا فيها كل المصانع الملوثة، كل المصانع، هذه المصانع اللي كل هاي اللي عاملة رخيصة من النقب كلها بتشتغل فيها. يعني عمال الضفة ما بيشتغلوا بهذه القطاعات، يعني هذا مش محل اللي هن بيشتغلوا فيه. بعدين كمان هن من ناحية يعني إسرائيل معنية إنه الناس يكون عندها شوية شغل، يعني إنه مش إنه كومبليتلي إنه يضلهن من غير أي كأنه هذا الدخل. ففي إنه الناس بيشتغلوا في المصانع، بيشتغلوا كمان في مناطق مصانع اللي هي مش بالضرورة موجودة كأن قريب من وين هن عايشين، يعني كثير بيشتغلوا في أشدود وفي أشكلون وفي كل هذه المناطق. بس لا شك إنه في قاعد الشيء بيتغير، يعني إنه في أكثر دكاترة عم بصير، في النساء كثير بتشتغل في قطاع التعليم، وقاعد بصير في كمان ضخ كثير موارد إنهم يدخلوا الناس بقطاع الهايتك، اللي هو هذا ليه؟ الفيلم اللي أولاً قطاع الهايتك الإسرائيلي بحاجة لأيدي عاملة، في نقص الأيدي العاملة من عندهم. يعني في محاولة كمان إن هن الإسرائيلية بيكونوا الكريم دي لا كريم تبع الاندستري، هن اللي بيكونوا فوق. بس الهايتك في كثير شغل اللي هو شغل أسود نوعا ما، يعني كأنه بالقطاع نفسه. وهذه مجالات اللي بيقدروا يفوتوا فيها. بفكر زمان كان يعني أولا كانت الناس ما تتعلم هذه المواضيع، ما كانش في الموارد أصلا البشرية لأنه يفوتوا الناس فيها. بس هي كمان كانت كقطاع إسرائيلي كانوا كلهم هن ماخذين كل الحي، كل المكانات فيه. اليوم هن يعني قاعدين بيطلعوا وعندهم القابلية والقدرة إنهم يشغلوا عرب كأنه في هذا القطاع. بس كمان بفكر هي مش بس من محل تشغيل أو أيدي عام أو نقص في أيدي عاملة أو كذا، بس هذه القطاعات مبنية على مفاهيم نيوليبرالية بامتياز، اللي هي مفاهيم فردانية، اللي هي كمان مفاهيم تبعت إنه طب ما إحنا شغالين في نفس الشركة مع بعض، عم ننتج عم بنطور مع بعض. تعرف هي مش زي دكتور في مستشفى، يعني أنت كمان أنت دكتور بمستشفى، أنت جزء من ما عارفة، يعني هذا عمل اللي هو مع الناس، مع المجتمع، مع كذا. بس بقطاعات الهايتك أنت كمان قاعد بتخلق
عم تغرس عقلي، قاعد بتغرس عقلية معينة بكيف الفرد بشوف حاله، وين الفرد بمركز حاله كجزء من المجتمع. وكمان في يعني هذا جزء من كل النهج اللي إسرائيل بتشتغل عليه دائما، اللي هو استقطاب، يعني إنه كيف دائما تبني شرائح معينة اللي يكون إلها منفعة بعلاقتها مع المنظمات والمؤسسات الإسرائيلية بشكل بنيوي. فهذا واحد من يعني أحد من الأشياء، يعني اللي مثلا كان في كمان بعد الانتفاضة الثانية كل هذه المشاريع اللي كانت تضخ من قبل المجالس المحلية و هذه كمان خلقت شريحة كبيرة من 48 اللي هن منتفعين من كل هذه البرامج وعلاقتهم مع الدولة بهذه الطريقة. اليوم هن رايحين أكثر على محل تبع إن قطاع خاص، إنه فوتوا أكثر بهذا المجال اللي هو كمان يعني بغير بنية المجتمع كمان، وبغير بيشتغل كمان على كيف الفرد بشوف حال، واللي هو طبعا يعني هن عندهم انترس عالي بإن نبطل نشوف إلنا ربط مع بعض، وإن مصلحتنا هي جماعية، ونصير ننتسب حالنا ونلاقي حالنا معهم. يعني ريا، قديه هذا يعني في اشياء انه احيانا بتكون انه في اثر جانبي لإلها وفي اثر رئيسي، يعني اذا هيك بدي اقول قديه فعليا فكره انه في إشي كتير عم بتغير على مستوى الاقتصاد في كل اسرائيل، يعني هيك، واللي هو اللي انت بتقولي بينطبق على الكل، بس نتيجه خصوصيه فرضا النقب والروابط العائليه اللي كتير قويه بفكره الفردانيه، او انك انت تاخد شخص وتوديه لمكان تاني ويسكن في مكان تاني وتطلعوا من مكانه، أثرها علي يمكن السايد الأثار الجانبية على أهل النقب بتكون أكتر. وهذا نفس اللي كنا نحكيه في التسجيل الأول اللي ما حدا رح يسمعه، هلا بدنا نحكيه كمان شوي على قضية أنه الحدا اللي بوقف تحت العمارة وبقولهم يا بهدلكم أو بسرق لكم المعدات يا بتدفعوا مصاري، يعني أنه في أثر وفي أثر، في أثر جانبي وفي أثر رئيسي. حسيت هسا وانت قاعد بتحكي على الهايتك تحديدا انه زي انه لمست، يمكن انا غلطان او عم بعطيك مجال انه توضحي لي اكثر، هي انت عم تحكي كاثار جانبيه على المجتمع، بمعنى انه اسرائيل بتعزز الفردانيه في هذا المجتمع وبتقلل الروابط العائليه اكثر منه، صح؟ اكثر من انه فعليا عم بنشغل على برمجه المجتمع بشكل مقصود من خلال الهايتك. هي عوامل جانبية، بس أنا مش فاهمة ليه بتضلك تجيب هذا العائلية كأنه كشيء اللي هو معطى اللي لازم نتعامل معه بالنقب بتحديد عن أو مغاير عن لأنه لا الأسرة. تصوري عن الأسرة أو العائلة أو روابط الأسرة يعني قاعدة بتمسها يمكن المؤثرات من اللي في يعني في الضفة، يمكن مستها أكتر، ما عاد في عندنا النمط العائلات اللي بسمع عنه فعليا في النقب، هيك خليني أقول. في غزة يمكن مثلا انشغل من لما إجا أبو عمار اشتغل على فكرة الروابط العائلية والأسر والعشائر، لأنه كانت توظفت ضده بمكان فكسر كباريتهم، وزعهم، عزز مثلا ممكن أو أجج خلافات موجودة بينهم لفرقها. اللي بشوفه في النقب حاسس أنه في روابط ما موجودة ما بين الأسر أو ما بين العشائر والعائلات، اللي يعني بطلع عليها بنظرة غير، أنه يعني بنظرة اجتماعية، أنه لا في روابط هون مزعجة لإسرائيل عم بتكون، وبحاول أفهم من خلالها العلاقة بالأرض والعلاقة بشيء تاني. يعني ولأنك أنت ذكرتيها بسياق الهايتك وتعزيز الفردانية، بظن أنه بطول يعني أنا على أسرتي تيجي تحكي لي تعزيز الفردانية بطول كرم، كتير مختلف الإشي عن سياق النقب يعني، أو عن سياق عائلات غزة جنوب غزة، يعني هذا اللي بحكيه مش أكثر من هيك، بس ممكن ننط عن النقطة هذه يعني عشان ما نوقفش مش عليها. عارفة إيش بفكر عن اللي بتحكي، ما بعرف إذا بتفق، يعني لأنه كمان صار في شغل تاريخيا كثير ممنهج على كسر بنية العشائرية في النقب، وكمان توظيف، يعني كمان ترسيخها، يعني إنه مش بس لينير إنه يا بدهم يكسروها يا بدهم يعززوها، ففي زي شد
يعني الاشي شوي اكثر مركب، بفكر وين دور منظومة العشائر كأنه وين هي موجودة. لا شك انه بعد هاليوم يعني لها حضور، بس بفكر يمكن هذا كمان إلى دور بنمط الحياة، يعني إن الناس أكثر عايشة في قرى، إن تعرف إن القرى مش يعني إن في العائلات الموجودة في هذه المحلات السكنية هي معروفة محدودة، كل منطقة كل حارة بحارة، يعني في شيء بالترتيب الجغرافي للحيز كمان اللي هو يمكن بأثر. ما يعني هذا بفكر نفكر فيه شوي أكثر أعمق من انا كثير بشغلني هذا، يعني منطق التفكير هذا او منطق التحليل، عشان هيك ببلش يعني بجرب دائما ابني مستويات لايرز لحد افهم انه مثلا على قضيه خارطه فلسطين كيف تغيرت، في جزء منها استعماري وفي جزء منها بتعلق بزحمه المدن يعني. فبجرب افصل انه سلفيت ليه صارت محافظه مثلا، انه هي كانت تابعه لنابلس ليه صارت محافظه، وكمان بطلع على مكان تاني مثلا المناطق تبعت باكو الغربية جت زي ما نزلت عيسى، كمان كيف التغيير اللي صار فيها او المثلث بشكل انه في جانب منه زحمة الناس وانخراط الناس، تحول الناس اكثر، تمدين القرى هذه والمناطق هذه، وفي جانب استعماري واضح يعني. فبجرب بس افصل بينهم. بدي اقفز قفزة صغيرة معك هلا على جانب نقاش المرأة وهيك نمشي فيه سريع. خليني أحكي، لحد التسعينات كان الحديث على تمكين المرأة، والمرأة كانت دائما يعني يشار لها على أنها الحد الضعيف واللي اشتروا شغلها، عشان يعني كنا في مكان أنه هي بتشتغل في البيت نسيج وكذا، واللي هي الست روز والدتك يعني من الناس اللي كيف على الإنترنت مكتوب مش كيف أنت بتعترفي، من أهم الناس اللي عملت مبادرة لتمكين النساء، واللي النمط اللي كان بيشبه بالمناسبة بالضفة. أنا كتير لمسني الإشي إنه نمط كان تمكين النساء، بمعنى إنه نجيب لهم ماكينات خياطة في طول كرم فترة الانتفاضة عشان يشتغلوا عشان يبيعوا عشان يصير عندهم مشروع لقدام أو يتمكنوا. اليوم وصلنا لمحل إنه يعني اقتصادياً، ووقتها كان نشار اقتصادياً طول الوقت إنه تحسين ظروف المرأة هناك محتاجين حسنها اقتصادياً. اليوم إحنا واصلين لمحل إنه كمان كيف بسياق النقب كله عم نقول يا جماعة شوي بكفي معلمات وبكفي بروفيسورية، صح؟ بكفي إنه الكل بده يصير دكاترة، رايحة تعملي دكتوراه كمان شوي. فاللي هو بتلاقي كتير ناس بتقول إنه شوي اقتصادياً المرأة كيف شو تغير عليها لو وصلنا لهون. وعشان بس أوضح الإشي، إنه أنا مش عم بحكي على إشي من السويد، مش ادعاء، عم نحكي على نقطة إنه يعني كان ينعمل أفلام وثائقية على ستات متعلمات في النقاب تمام في فترة من الفترات. اليوم هذا مش نقاش اليوم يعني أبدا، أو لا يشار لها كما كان يشار سابقا. في مسار أو تايم لاين لإلك سريعا ممكن نمشي عليه في هذه القصة؟ واو، هذا موضوع يعني موضوع كثير يعني واسع هو أولا، شكرا الله يخليك، شكرا. يعني قاعدة بفكر كيف يعني إيش الواحد بيحكي، يعني إنه أسأل أسئلة صغيرة. هل ما زال النمط اللي بنحكي عنه فترة التسعينات مستمر؟ إنه كل هذا موضوع التمكين وما تمكين، شكل التمكين السابق، خليني أحكي إنه في شكل، في أشياء مختلفة اللي اليوم بتصير. مثلاً كل هذا مراكز التشغيل أو مراكز التوجيه، في بخطة، واحدة من خططهم للتطوير الاقتصادي بالنقب وكذا، هي زي بناء مراكز توجيه تعليمي، يعني وين الناس إيش تروح تتعلم، لما اللي هن بسوقوها من محل تبع إنه الناس مش ما عندها معرفة بإيش تتعلم أو إيش ممكن تتعلم أو كذا، بس بت بت يعني بتعاملوا مع سيرورة التعليم
بدل ما هي تكون سيرورة اللي الواحد بتطور فكريا فيها وبنمو، زي يعني مفهوم الجامعة اللي اليوم بطل أصلا مش موجود، بس إنه زي باخذوهم بوظفوهم، يعني بصير في توظيف مفهوم مفهوم لإيش ممكن تشتغل مفهوم وكذا. فهذا كمان نوع من الأنواع، يعني هذا اليوم هذا المراكز قاعدة بتاخذ ملايين ملايين من الشواكل بأن كيف وين توجه الناس اقتصاديا، وين تروح، وين كأنه وين القطاعات اللي ممكن تشتغلي فيها أو كذا. وبفكر هذا كمان جانب، هذا جانب من كل القصة يعني لا لا، انا عم نحكي هلا على كيف جوانب كتير صغيره. طب انا كمان جانب عشان اساعدك يعني تجاوبي من غير ما تفكري بكبير، يعني ارضك وجمهورك هاد عارف. بس انه مثلا فتره الانتفاضه لما العمال في اسرائيل قعدوا في البيت، وكمان عندك بمكان تاني المعلمين بطلت تنزل رواتبهم، حضرت المراه اكثر، بمعنى انه صار في اقبال اكثر على برامج تمكين المراه. ولو انا بنظري لما بجرب احكي على التمكين السابق اللي هو لحد نهايه التسعينات بدايه الالفينات وتعزز بالانتفاضه، شكل انه انت تجيب للست ما كنت خياطه، تمام، هيك مختلف عن اشي اللي يعني شوي عم بصير اليوم أنا باماكن بفكر ثانيه. كان في، يعني أنا ما يعني ما بعرف الصراحة بالضبط إيش هي المشاريع التمكين اللي اليوم قاعدة بتصير، بس بفكر كان في محاولات لأشياء اللي هي مختلفة. يعني المشروع اللي أنت حكيت عنه، مشروع النسيج مثلاً اللي كان اللي أقيم في التسعينات، وكان الهدف من مش بس تشغيل النساء، كان الهدف من إن زي تحريك دائرة اقتصادية أوسع من النساء نفسها، لأن كل الموارد اللي أنت بتجيبها هي من المنطقة، فبدك غزل، بدك نسيج، يعني بدك غزل طيب، بس بدك ناس عندهن معزة وقاعدين، يعني عندهن خرفان وعندهن هذا النوع من فأنت بتروح بتشتري منهم، بعدين بتعطي، يعني في دائرة اللي هي أوسع من انه بس امرأة واحدة اللي قاعدة بتخيط في البيت وبصلها 50 شيكل في نهاية اليوم، اللي هي زي كأنه هذا اغلب، يعني فاهم على ايش، يعني بفكر في انماط اللي هي كانت مختلفة، اللي بفكر اليوم هي مش موجودة. خليني اجرب احكي لك انه كان تحديدا بالنسيج، بالرسائل اللي بيقدم نفسه المشروع، بمعنى انه الرجال وضعهم كتير صعب والنساء موجودين في البيوت، بامكان النساء يعملوا اشي يدعموهم عشان يتحسنوا الجيل اللي بعدهم. فانا لما بجرب اسال فعليا، يعني امسك التايم لاين، لفتني كتير التعبير حتى بالوصف، انه انت مش بتحكي بتحسين المرأة، انت عم تحكي تحسين وضع المرأة وتمكينها، انت عم تحكي بتمكين جيل بعدها. واللي قاعد بطلع شوي انه اليوم مستوى، يعني مستوى التعبير عن التعليم، مستوى حضور المرأة اكثر اهميتها. وجربت مسكت في لما بذكر لك الانتفاضة تحديدا عنا كيف اثرت، انه كان صار اشي وقتها اللي خلى الناس تتبنى فكرة انه المرأة محتاجة تعمل شيء عشان تحس، مش تتوقف على اجريها، لا، يعني كان انه بدها تربي جيل، تتحسن وضع الجيل القادم يعني. فمن هون انا فكرت انه ممكن يكون عندك تايم لاين للموضوع يعني. بس عامة ممكن نتناقش فيه لحالنا انا وياك ما مش بعدين. عارف اذا تايم لاين، بس كمان بفكر ان يعني كمان الوضع الاقتصادي فرض على الناس ان المرأة تشتغل، يعني صار في زي حالة انه يعني انه في حالة مادية، حاجة مادية اللي هي غلبت على كل هذا يعني على كل وبفكر المشروع النسيج كان له دور كثير مهم، يعني في جيل كامل من النساء اللي تعلمت لأن إمها كانت، يعني كان هذا كثير إيثوس يعني بالعمل اللي هو الجيل القادم، كأنه إيش اللي ممكن يصير، مش بس على لحظة اليوم، بس على تمكين المجتمع، كأنه المجتمع يمكن حاله يا صار يا شو. يا بس يعني زي اليوم بتشوف إنه النساء اللي هو كمان شيء اللي هو قاعد بيتغير بشكل كثير جذري، اللي هو مش بس النساء كمان الرجال اللي وين بيشتغلوا. يعني زمان ما كنت، يعني قبل 7 8 سنين ما كنت تشوف نساء على الكاشير أو نساء بدويات على الكاشير أو حتى زلام بدو بيشتغلوا بسوبر ماركت، يعني هذا ما كان يعني موجود. اليوم انه لا، انه ملان، يعني اغلى حد هذه القطاعات عايشة على انه على الايدي العاملة البدوية، كان نساء ولا رجال. فهذا كمان
يعني في تغييرات مش اللي هي اللي هي كأنه الدافع، في دافع اقتصادي حقيقي انه النساء تطلع تشتغل، لانه في عندك هون كمان بشر كيان اللي عنده قدرة انتاجية وعنده قدرة تفكيرية وعنده هذا اللي كمان المجتمع بحاجة لهذا المحل. وغير ان بفكر في صار في معرفة ان يعني اليوم في زي نكتة اللي هي ساور سويت ساور، يعني اللي هي بتضحك بس انه مش نكتة، بس زي حكي اللي بنحكى ان اغلب الزلام اللي باللقب اللي راكبين جبات لاند كروزر ولا كذا، هاي شارينا على ديون اللي ماخذتها النساء هن اللي هن بكون المعلمات، لانه انت معلمة عندك اكسس اكثر للبنك وعندك اكثر اكسس لقروض وكذا، ففي نافعة يعني كمان يعني صح. إن المرأة تكون بهذا الحيز. بس الإشي طبعا هذا مش إنه لينير، يعني إنه بس في استغلال أو بس في هذا، يعني إنه الأشياء شوي لا، أكثر من هيك. أوسع. طب على نفس اللاير هاد، بدنا نروح للمكان اللي طول الوقت احنا بنبرر حالنا له. يا جماعة بدنا نحكي نسب، بس مش مسترجين نحكي نسب. في مصر اقتصاد الظل كتير واضح، بتم قراءته عشان نقرأ فعليا اقتصاد مصر ككل. اقتصاد الظل هو الاقتصاد غير الرسمي، واللي ممكن يكون فيه تباع بضائع مهربة أو بضائع مستعملة، أو خليني أحكي حركة المال غير المسجلة هيك. واللي بدخل في حالة النقب تحديدا كما يقال عنها، اللي هو في قطاع ينمو ويؤثر وبات من يعني عم بحجز مقعد بين النخب اللي موجود اليوم، اللي هو كل قطاعات التهريب، تجارة السلاح، تجارة المخدرات وكذا. الآن في جانب منه اللي البعض بيقدمه انه اسرائيل اشتغلت على كذا وكذا وكذا، وهو فعليا ممكن تكون اشتغلت على تسهيل في البدايات، على تسهيل انه انشغال الناس بهاي القطاعات، بس القطاعات هاي صارت مهمة اليوم اكثر من فكرة انه اسرائيل اشتغلت عليها انه تعملها. وعشان يعني عشان بس اوضح اخر شيء، وانت قاعد بتحكي على الفقر والبطاله، انا وياك مش عارفين نعطي نسب، وانا مش عارف اسالك على قد ايه نسب فقر او نسب بطاله، لانه كتير صعب نحكي نعتمد نسب رسميه او نشكك فيها ونحكي انه بزياده او بالناقص، لانه عندنا اقتصاد الظل اللي ما حدا بيعرف حجمه. صح؟ هو يعني انه هذا المبدأ تبع اقتصاد الظل نوعا ما، انه مش عن جد تعرف عنه كثير تقدر تربطه يعني. مش متوقع بس منك تعطيني معلومات يعني خاصة عن الموضوع. بقدر اعطيك معلومات ايش هن بيحكوا، يعني هن بيحكوا انه في 1 مليار شيكل اللي هو بلف بالسوق الكاش ماني مليار اللي هو اللي بليون. اوكي بعدك كان حتى صفيت بليون اوكي. اللي هن بيحكوا عن انه هذا خارج البنوك وخارج قديش من هذا فيه بالنقب، مش عن جد نقدر نعرف. بس لا شك ان هذا الاقتصاد الظل اللي هو كمان يعني هو مش بالضرورة بس، يعني اقتصاد الظل هو مش بالضرورة بس تهريب مخدرات، يعني كمان في ناس بتشتغل بأشياء اللي هي زي مثلا جيبوا عمال منظفة مثلا، آه يعني طبعا طبعا. هذا مثلا يعتبر، بس هذا مش يعني نحن كمان بنربط كل شيء، بنربطه اليوم كل شيء في هوس انه كل شيء مربوط مع الاجرام الإجرام والمخدرات والمخدرات وهذا وكذا، العالم. وغير بس صحيح. انه لا في قطاعات اقتصادية اللي هي كمان مش مسجلة، اللي هي ممكن تعتبر اقتصاد الظل، اللي هي مش بالضرورة من بهذا العالم يعني. يعني بفكر ان كثير من الناس كيف احنا بقول كيف بقولوا بيطقطق يعني هون وهون، بلاقي له اشي بعمل اشي بهاي تاتا، يعني ان مش بالضرورة الاشياء هي بتخيل، يعني
بفلسطين بشكل عام، بتخيل كلنا عندنا معرفة بكيف الناس بتدبر حالها، يعني انه اوكي بيشتغل شغل اللي هو ممكن يكون رسمي او غير رسمي يعني، بس في اشياء بتصير على الجانب بقعدش يعني، بالدار يعني، بقعد بدبر حاله. بدبروا حالهم. وفي اللي لا، يعني في الناس اللي عن جد مش عم تشتغل، مش عم يعني ما بتسوي شيء، وعايشة على الأكم شكل من التأمين والبطالة وكذا يعني. ففي يعني في كمان الناس تعرف كيف تستغل الدولة، يعني في معرفة إنه كيف هذا الاستغلال في يعني أنا مثلا ال شو بسموهن benefits، فوائد، اللي بيطلع مثلا من التأمين امتيازات، فوائد. الوطني، اللي بيطلع من التأمين الوطني مثلا لكل عيلة اللي عندها كذا أطفال، على كل طفل بيطلع كذا، عيلة اللي هي امرأة اللي هي امرأة يعني فيش عندها ما عندها جوز تمام. بيطلع زيادة. فمثلا في كثير بتجوزوا بس ما بيسجلوا بعض على الهواية، على الهوية، فامرأة تسجل كأنها هي مش متجوزة، بس مجتمعيا كل الناس بتعرف انها متجوزة، بس فيزافي الدولة هي مش متجوزة، فبطلع لها فوائد اكثر. بس هذا يعني بس هيك انه في كمان داخل كل هذا المنظومة الناس بتتعلم طرق بكيف تدبر حالها وكيف تعيش وكيف تستغل وين ما هي موجودة كمان لصالحها. وبفكر في شوية سوفيستيكيشن عم بيصير غاد، كيف نستغل ايش الدولة ممكن يعني، ايش كأنه الموارد اللي كل ممكن تطلع الهامش، من كل هامش مفتوح بتم استغلاله يعني. نعم يعني نعم هذا بصير كل مكان، وبفكر مش محتاج كتير تبرر يعني، انه عادي. لانه مثلا لا بطول كرم، مش تبريرا الشرح، بس شرح. الشرح سوري سوري شرح يعني، انه حتى لا نفهم غلط يعني. انا فكرت حطك ري هاي، لما الواحد يقعد ياكد على حسن نواياه بنجن منها. انه يعني يعني انه في تجاره مثلا سرقه سيارات بطول كرم، إلها سياقها يعني، إلها طبعا سياق طويل. طبعا انه طبعا وبقدرش افهم الاشي بمعزل عن كل الظروف الاجتماعيه والاقتصاديه اللي موجوده، وبقدرش افهمه بمعزل عن انه الانتفاضه بس صارت، شو كان لهم اثر. وبالمناسبه نفس الشيء بشهر خمسة عندك، شو صار يعني؟ انا واضح لي انه هاي القطاعات اللي بالعاده يشار لها كاجرام فقط، انا بفكر انه في حاله النقب تحديدا، لانه في سياقات عابره للحدود، او في اعمال تهريب اللي هي مش بس مثل يعني، او اعمال، ما خليني اقول ما بين قوسين، اللي بتشبهش اللد الرمله يعني، بتنشط في اوقات تانية. الان بشهر خمسة احنا شفنا انه اذا كان الاحتلال على مدار السنين الماضي كان بتعاطى مع هذه الناس كلها على انه رواق وهدوء، بشهر خمسة شاف انه شوي، انه هاي القطاعات مش بالضرورة تكون معنا اذا انا بتركها تشتغل بهذا النمط، انه هي ممكن تطخ علي، ممكن تنقلب علي، ممكن تحرق شارع، ممكن الناس اللي موجودة وبتطخ على بعض كلها تتوحد وتطخ علي بمكان. ففي مشهد فعليا اللي بتغير، ونظرتنا لهذا القطاع انه كجريمه ونريح راسنا هو اسهل شيء، بس تحته في كتير مستويات اللي بتخلينا نشوف الاشي بشكل كتير مختلف. انا بدي اسال اخر شيء، عشان احنا يا جماعه احنا مش تعبنا وملينا، احنا عم نسجل للمره الثانيه. وريا بالعاده يعني انا صامده معي لحسه هذا إشي كتير عظيم. اذا بتحضروا اي مقابلات تانية لإلها، بتلاقوا بعد 10 دقائق بتحط راسها بالزاويه اللي هي حاطه فيها هسه. صح. السؤال ريا، ليش في الشيب باكثر من سياق حكيتي، وانا بدور قاعد مش لاقي معلومات عن النقب او الباحثين الفلسطينيين والعرب يعني، يا اما من لاقي مثل منصور النصاصره اللي هو يعني واحد مخصص كتير وقت وكتير حياة عشان يعمل يعني أعمال مهمة، أو من لاك كتير يهود بيشتغلوا على النقب. وحتى لما بتجرب تقرأ شو بيعملوا اليهود على النقب، فيش مجال تستفيد منه، لأنه حتى الباك جراوند تبعته، خلفيته، شو بيعرف عن النقب،
وكيف موظف أدواته التحليلية يعني بإشي لدرجة إحنا صعب كتير نستفيد منها. أنا مش عارف أدور، يعني أنا مش عارف ألاقي، ولا ما فيش شغل حقيقي معمول عن النقب؟ في بس بفكر يعني في يعني ناس اللي اشتغلت وعندها أبحاث وكذا، بس بفكر يعني ب ب بفلسطين يعني بال48 بالأساس بالذات احنا كثير مهووسين بالسياسة من فوق وبمصطلحات يعني بأشياء زي وين احنا موجودين من المواطنة وما مواطنة، ويعني هاي الأشياء هل احنا استعمار كولونيالي ولا احنا يعني أشياء اللي هي مش عن جد بتمس نوعية الحياة وتشكيل الحياة بالشكل اللي الناس عايشت. يعني المعرفة إنتاج المعرفة كثير استعلائي وكثير يعني من فوق، وبفكر هذا يعني خسارة بكل ال48، وخسارة أكيد بالنقب. يعني تاريخيا النقب هم مش سياسيا، بس كمان هم مش من ناحية مساحة اللي بننتج عنها معرفة. وكمان اليوم المعرفة يعني في كثير أشياء اللي هي قاعدة بتطلع من جمعيات اللي قاعدة بتشتغل في محلات معينة، مثلا جمعية بلدنا بتشتغل مع الشباب في كذا كذا، عندها قدرة أنها تسوي مسح مثلا عن وضع الشباب في 48 وين هن موجودين من الهوية إيش بفكروا إيه مثلا، أو المسح عن موضوع العنف اللي كمان شوي بده يطلع عندهم تقرير عن الموضوع، وكل هذا الأشياء اللي هي هذا النوع من المعرفة اللي إحنا بحاجة إنتاجه عشان نقدر نتعامل مع الواقع اللي إحنا عايشين فيه، عشان نقدر نفهم حالنا إحنا اليوم وين موجودين وموجودات. فالنقب هذا مش موجود، يعني كمان إذا يعني مش هذا النوع من المؤسسات اللي هي شوي بتنتج، يعني مش انه صحيح نقول انه يعني في انتاج جدا غني يعني في محلات تانية، بس في النقب هذا مش موجود كليا. ومن ناحية مؤسسات يعني من ناحية يعني نقدر نحكي على افراد من اليوم لبكره، في مليان افراد اللي هن رائعين ورائعات. وبفكر يعني شهر 5 هبة الكرامة كانت نقطة مفصلية في الحيز السياسي الفلسطيني بشكل جماعي للكل. بفكر يعني النقب اللي قاعد بيصير اليوم في النقب هو تكملة وجزء من هذا اللي صار، وقاعد بي يعني في تطور الأشياء في التطور قاعدين بنشوفها من الـ الناس اللي أصلاً ناشطة على الشارع، يعني في الحيز اللي موجودة على الشارع، نوع الخطاب اللي قاعد بنطرح، نوع التفكير اللي يعني وين الناس قاعدة بتمركز حالها من كل هذه الأشياء. واضح إنه في تغيير في المشهد السياسي بشكل جذري. السؤال هو يعني أنا أخذت هذا المعرفة عشان أحكي على هذا الموضوع، يعني أنت أنا تركت شخصيتك الأكاديمية تطلع هلا هون، لازم إنترودكشن عشان نجاوبي على السؤال، بس آخر مرة تعمليها. السؤال بفكر اللي هو اللي هو كمان يعني له حضور بالحي يعني بمساحة إنتاج المعرفة، بس بفكر هو له حضور بكل يعني بيمثل شيء اللي هو أكبر. إن طيب في عندنا هذا الزخم، هذه الطاقات، هذا التغيير اللي قاعدين بنشوفه اللي هو عن جد تغيير جذري بكيف من ناحية النشاط السياسي والحديث والديسكورس وكل هذه الأمور. أصلا كيف النقب صار محل اللي صار متمركز حواليه اللي قاعد بيصير بفلسطين، هذا كمان مش مفهوم ضمنه، لأن يعني بس بفكر الوضعية اللي صار فيها يعني لو إن ما بعرف، أنا بفكر إن يعني شهر 5 بتبع إن نفهم واقعنا بإنه مركب، بس في داخله اللي هو مركب اللي هو جماعي، بس في داخله خصوصيات
اللي هي زي بدأت تطلع في شهر 5، لأن نتعامل مع حالنا كجسم كلي بس نتعامل مع الخصوصيات من غير ما نفكك حالنا ومن غير ما يصير في أوفر شرذمة، بس نتعامل مع واقعنا المختلف عشان نكسر الشرذمة. وحتى لو انه مش بالوعي بنتصرف بهذه الطريقه، بس بفكر في محاوله، لان اصلا لا احنا بدو عندنا واقع مختلف، وواقعنا يمكن انتم ما بتعرفوا عنه، طب تعالوا تعلموا عنه، وهذا الواقع هو جزء من الواقع الفلسطيني الكلي. فهذا النوع من المفاهيم او طرح الحاله بهذا السياق هو مغاير كمان لايش قاعد كثير كان مغاير. بيصير في قبل. السؤال هو وين هذا بيمشي؟ يعني كيف هذا الحس والتغيير اللي هو على أرض الواقع، كيف بناخذ هذا وما بنوظفه أو بنحطه بقوالب السابق؟ يعني إذا بنحكي على مثلا الحيز السياسي بالنقب اللي هو كثير عرب ويهود، في ربط كثير، يعني في بالألفينات صار في كثير يعني ضخ موارد على هذا النوع من العمل، انه تعال نكون في مؤسسة بنقدر نمارس هويتنا الفلسطينية وان نكون احنا فلسطينية، بس بنفس الوقت احنا ما بنشوف ندية مع الحيز الإسرائيلي، بنقعد معهم نتخرف معهم وتعالوا افهمونا وما افهمونا. وهذا هو مشروع الأسرة. هذا هو يعني بجسد مشروع الأسرة، لأنه تعطي الوهم بأن أنت بتقدر تمارس فلسطينيتك وتكون فلسطيني وتسعى للتحرير، بس بنفس الوقت أنت عندك القدرة أو عندك حتى الرغبة بأن تتعامل مع الحيز الإسرائيلي كمساحة اللي هي أنت أصلاً بدك تتعامل معها أو بدك تشوفها أو بتشوفها جزء من يعني. وهذا التناقض بنشوفه، هذه الحرب اللي قاعده حاليا، حرب هذا اللي يعني اللي قاعد حاليا بصير في النقب، ان في هذا الحس او الجيل او التفكير اللي هو مختلف، اللي هو مغاير، اللي هو بيشوف حاله بالصميم فلسطيني وبربط حاله مع القضيه بشكل اوسع، وعندك الديناصورات القديم اللي بتفكر ان لا ان والله يعني كيف بنتقدم لقدام، هو ان مجموعات اسرائيليه من تجي خلال على الدول، حيز يعني من خلال تبعنا ونشرح لهم ايش بصير وكل هذه الامور. فبتمنى السياق هذا الإسرائيلي التغيير على أكثر. الحيز السياسي كمان ينتج تغيير على يعني هو عشان يقدر يحافظ على حاله ويتطور لقدام، لازم نفكر بكيف يعني هذه مسؤوليتنا كلنا، يعني مش أي فرد أو حتى مش بس في النقب، الكل نفكر كيف بيتم الاستثمار بهذه المرحلة عشان نقدر نتقدم لقدام وما نحط هذه المرحلة بقوالب اللي زمان، كأن يعني مطالبة بالكنيسة، مظاهرة بالقدس، ما يعني في الواقع مختلف، الأرض قاعدة بتطلب يعني الأرض قاعدة بتطلب شيء مختلف، ومش سهل الواحد يفكر بكيف بطور هذا الشيء الفطري اللي هو موجود اللي انخلق، اللي واضح انه محاولات الأسرلة ومحاولات الكسر او فصل النقب عن الجسم الفلسطيني الكلي، هذه محاولات اللي هي بشكل على المدى الكبير هي مش ناجحة، واضح هذا، يعني بفكر ما في حاجة نثبت لحالنا ولا نثبت لأي حد إن هذه السياسات أصلاً مش ناجحة، بس كمان في أشياء اللي هي داخل يعني صراعات اللي هي داخل المجتمع اللي هي موجود، يعني في اليوم قابلية أكتر لناس إنها تكون منخرطة بالشرطة مثلاً، أو مش إنه هذا انخراط بأعداد، بس هذا موجود. وبفكر يعني اللحظة اللي احنا فيها اللي هي لحظة مليانة قوة ومليانة أمل، كمان لازم تكون لحظة تبعت إن كيف نفكر لقدام وكيف نستثمر لقدام مع كل التركيب اللي احنا اللي هي موجودة بالنقب بشكل يمكن أكتر صارخ، لأنه النقب ما في هذا يعني
مؤسسات فلسطينية 100% اللي بتشتغل سياسيا كمان، هذا مش خيار، مش موجود، مش مش موجود. موجود. يا مش فالحيز موجود يعني. مختلف، بس السؤال تبعنا طب يعني قديش ما بدنا بقى نضل هون يعني؟ قديش بدنا نضل واقفين؟ بالضبط. قديش بدنا نضل نعمل هاي المساومات يعني؟ يعني أنا بفهم، أنا متفائل أكتر منك، وأنت متفائلة يعني، بدناش نزود على بعض بالتفاؤل. شفتي حكيت عنك. بس أنا كمان يعني كمان بفكر إنه في مشهد يعني، إنه أنا راضي عن التغيير اللي صار، أنت بدك أكثر. أنا بفكر إنه صار في صوت حقيقي موجود، إذا أنت سميتيهم يعني ما بين قوسين والعفو منهم جميعاً ديناصورات، القصد إنه نمط السياسة التقليدي أو الكلاسيكي في النقب بكيف بيشتغل ضمن السياسة الإسرائيلية، ضمن اللجان اللي بدها أكثر انخراط أو كذا. اليوم لا، إجا حدا اللي بشوف حاله بسياق تاني. أنا بنظر اليوم الجيل اللي أنت عم تحكي عنه وصوتك والصوت الناس اللي أصغر منه يعني، هم مش عم بيحكوا انه احنا ضد هذا المسار مثل ما احنا كنا. على فكرة هم اجوا حطوا السياق الفلسطيني على الطاولة وقالوا له احنا جزء من هذا الموضوع. انا بنظري ما بعرف اذا يعني احنا مش متابعين، ممكن دائما عندي شك بكل اشي بقوله عن النقب تحديدا، بس انا بفكر ولا مرة كان في اشي بالنقب بشهرين يكون في الشيخ جراح زيارة للنقب، حضور للنقب بالولجي عشان نكرم اهالي باسل الاعرج، واللي باسل الاعرج بعرف شو هو، في حضور في يعني حتى مش فكرة انه نقب وكذا وهيك واخذوا ارضنا وخلصنا، لا، في فعل من جيل جديد موجود الان. هذا الجيل بس تطلع عليه بتلاقي انه معك حق، انه كمان هو عنده مشكلة مع شكل المؤسسات اللي موجود، وعم بجرب ياخذها لمكان تاني. انا بنظري يعني ريا كل اشي بالنقب يعني، انت يمكن واحنا انا قاعد بحضر للسلسله هاي قلتي لي التعامل مع النقب مش مثل الرمله، حتى مثل اشي مختلف بالكامل، وانت صدقتي، لانه انا يعني كل منطق تحليل استخدمته بمكان تاني ما بزبط بالنقب. كل خصوصيه بتشوفيها بمكان تاني ما بتشوفيها يعني، ما بتقعد بالنقب مثل ما هي. وأنا قاعد بسألك بالمناسبة، أنت جاوبت على سؤالين، سؤال البحث إنه ليش ما في أبحاث وليش ما في فعل يعني، أو ليه الفعل، فأنت هيك إحنا شطبنا المقابلة. بس أنا كنت أقول إنه في إشي يمكن حتى صعب على الناس يعني، غير إنه إحنا مش متابعين النقب، أنا كمان بشوف إنه أهل النقب هم كمان منغلقين أهالهم يعني، مش مستعدين للانكشاف لسه، أو مش مستعدين فعليا إنه يفتحوا ويحكوا أكثر. بس كمان في إشي عم بصير كثير حقيقي يعني، بمعنى إذا إجا حدا من برا يشتغل البحث أو رسالة الدكتوراه اللي عملتها صفاء أبو ربيعة، راح يصطدم بمكان إنه السيدات أو النساء عندهم يعني رواية ما وبروح بأخذها وبروح، بس ما بعمل اللي عملته صفاء، وبنفس الوقت يعني كمان ما بعمل اللي عملته بهو بروفيتس. بدي أنهي بهو بروفيتس، مش عارف إذا دخلت دخلة صح على هو بروفيتس أنا. بس هذا اللي صار بأقل من المرة الماضية كتير سريع. هو بروفيتس الداتابيز العظيمة هاي اللي موجودة، هو بروفيتس مركز أبحاث مستقل هيك بعرف حاله، للأسف إنتاجه بس باللغة الإنجليزية حاليا، بتمنى عليكم أنه تعملونا إياه باللغة العربية كتير بسرعة، تحكي لنا عنه كتير بسرعة. هو بروفيتس هو مركز أبحاث مستقل نسوي اللي بيسلط الضوء على القطاع الخاص ودوره في دوره بتمكين القرارات السياسية بشكل عام. يعني إنه أي قرار سياسي بعدين لازم عشان يتبلور على فعل في دور للقطاع الخاص الإسرائيلي والعالمي في هذا في إنه يصير أمر واقع في مجالات معينة طبعا. فإحنا بنسلط الضوء على هاي الشركات، بعدين بنعمل كمان أبحاث تحليلية على قطاعات معينة، إنه كيف من منظور اقتصاد سياسي بكيف كمان تطوير هاي القطاعات بالضرورة لا الاستعمار بيؤدي ل كأنه كسرها
فلسطينيا. بالأساس إحنا كنا نركز على ضفة غزة، الجولان السوري المحتل، بس حاليا قاعدات كمان بنوسع بمفهومنا ل يعني كيف بنشخص دور القطاع الخاص في الانتهاكات، ودخلت من منطلق أكثر جذري، لأنه القطاع الخاص هو يعني القطاع اللي يوظف سياسيا، مش مهم وين كان ب 48 ولا بالضفة ولا كذا. فقعدات بنحاول نوسع الشغل تبعنا انه يشمل اكثر 48 للفترة الجاية، وكمان انه يكون اكثر بالعربي، لانه بالاساس هو بالانجليزي كان لانه موجه لبرا، بس قعدات بنحاول انه يكون اكثر في اكسسبيليتي بالعربي، لانه بفكر هذا النوع من الابحاث او هذا النوع من التفكير او التحليل هو يعني الشيء اللي هو كثير ضيق، متخصص، بس نعم بفكر متخصص. تخصص اللي هو كثير ضيق، بس بفكر اللي هو مهم، مهم لنا كفلسطينية وكفلسطينيات ان نتعامل معه بشكل اكثر. فعلى خير نشوف. يعني انا بفكر يا جماعه انه هو بروفيتس، يعني في تعاطيت معها بجديه عاليه، لانه في داتا ضخمه موجوده. يعني هم اشتغلوا الجماعه على رصد القطاع الخاص، شركات القطاع الخاص الاسرائيليه والشركات الاخرى اللي عامله مع شركات اسرائيليه او داخله بمشاريع اسرائيليه، وعملت لها ليبلينج اكثر يعني هيك. وبالنسبه لي المبادره جدا مهمه، لانه طلعت في وقت او في وقت يمكن في نقاش كثير طويل على ضد التنظيم وانتي تنظيم وانتي مؤسسه، وهيا بنا هيك نضل فرحين وحلوين وبنشتغل سوا بشكل عام. بس في حدا اللي يعني اخذ على عاتقه انه يحول جهد ما لجهد مؤسساتي. راح احط الروابط في الحلقات على البودكاست واليوتيوب. انا بنهي الحلقه بالعاده بالاكل زي ما بتعرفي، وانت بتحب الاكل، ضحكت. مقلوبة ولا منسف؟ طبعا منسف ايه، بدون اي يعني هيزيتيشن، طبعا منسف. طيب يعني مقلوبة ملهاش حيز، ملهاش مساحة، بايخة نوعا ما الصراحة، يعني لما يكون بايخة. عندك المنسف بعدين المقلوبة، انه في ليفلز كمان بالحياة، انه المقلوبة إلها محلها يعني، بس خير دائما بختار منسف. لا لا يعني أنا لازم أنهي السلسلة هاي سريعا، بلاش تصير منسف مبارك كل جمعة، مش مقلوبة مبارك. ريا الصانع، شكرا جزيلا لإلك، يعطيك ألف عافية، شرفنا. تعبنا اليوم، نتمنى نكون نتمنى نكون بسيطة غطينا كتير بسيطة. إشياء. في إشي بدك تضل بدك تضيفيه أو بدك تحكيه بأي مكان؟ لا شكرا. شكرا يا جماعة ويعطيكم ألف عافية. إحنا تعبنا بالتسجيل على فكرة اليوم يعني، وريا وقفت معي وقفة جامدة، فيعني شكرا لكم جميعا، وشكرا انكم وصلتوا لهون، وان شاء الله نكون غطينا كثير جوانب يعني بتتعلق بالجانب الاقتصادي او الاقتصاد السياسي والاقتصاد الاجتماعي في النقب تحديدا، اللي يخلينا نفهم شو قاعد بصير هناك اكثر. شكرا لكم ويعطيكم العافيه.